في أعطاء رونق الجميل لحدائق حلب، عمل تأهيل حديقة السبيل ضمن مبادرة خليها نظيفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس مدينة محافظة حلب. وشارك في المبادرة طلاب من معاهد الفنون وطلاب جامعة حلب. حملتنا هي كانت عبارة عن حملات توعية بالمدارس، طلعنا على مدارس حوالي 40 مدرسة، غطينا كمان، طلعنا على دور إيواء، طلعنا على جمعيات أهلية، عملنا حملات توعية عن إعادة الاستخدام، إعادة تخفيض الاستخدام إعادة التدوير 3R. إن شاء الله إحنا حلمنا نكون فكل شيء رسامين ومتطوعين، إنه نكون شغلنا يكون أكثر من هيك، نقدر نجمل كل شيء بسوريا ولا إن كان عنا هون بحلب. كانت حملة رائعة بكل مفاهيمها، بكل بصمات اللي تركوها الشباب والصبايا اللي اشتغلوا من كل قلبهم وخلوا الحديقة فعلا أجمل. كانت تجربة كتير حلوة، وتجميل للحديقة والولاد عم بشوفوا المناظر كتير عم ينبسطوا، وعن جد كانت تجربة كتير حلوة. شاركت بالحملة لأني حسيت أنه كتير حلوة، وخرج أنه نعمل هيك حملات للولاد وخاصة لبلدنا تكون نظيفة. احنا حاولنا نعمل بهالمبادرة لحتى هو شعور بالواجب تجاهنا، لحتى تكون مدينتنا أجمل خاصة بعد اللي شيء نحن عشناه. وحاولنا نقدم عدة رسائل من خلال لوحاتنا اللي كانت تعتبر عن الفن قدمنا وعن الموسيقى وعن الطفولة. المبادرة وغيرها من المبادرات تأتي في إطار مساعى شعبية ورسمية لإعادة تأهيل وإعمار ما دمره الإرهابيون في مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين.